وقوله الجبار أي الله جل وعلا، من أسمائه الجبار المتكبر الجبار. والجبار له معاني، له معاني. الجبار الذي يجبر عباده المنكسرين، الجبار بمعنى الذي يجبر عباده المنكسرين، والجبار بمعنى الذي تجري أحكامه على عباده، أحكامه القدرية، الذي تجري أحكامه القدرية على عباده دون أن يمتنعوا منها. فهو جل وعلا جبار بمعنى أن أحكامه القدرية لا راد لها ولا معقب لها. والجبار من معانيه أيضا العالي، الجبار من معانيه اللغوية العالي المرتفع جل وعلا. والله فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. فالجبار له معاني، منها أنه يجبر المنكسرين من عباده ويرحمهم، ومنها أنه الناء الذي تنفذ أحكامه القدرية ولا أحد يتخلص منها، ومنها أنه المتعالي فوق خلقه سبحانه وتعالى. هذه من معاني الجبار. نعم.